هنعمل اليوم كرات الجبن او اللي بنسميها خليه النحل. الحلو بهالوصفه انه احنا بعد ما بنفرد العجين نرجع بناخذ القطاعه، عاده بحب هدول القطاعات كثير لانه بنقدر نستعملهم للحلا وللمالح، فباخذ الحجم المناسب. مثلا عندنا بهالحجم هي باخذ مثل ما شايفين هيك جزء من العجين، بعدين حاستعمل جبنه الكريمه لحتى احط الحشوه بقلبها. دائما بشجع على استعمال اكياس البايبنج باجز لانه بيسهلوا علينا كثير بالتقسيم، بدل ما نرجع نحط بايدنا جبنه ونوسخ ايدينا، فخلي بتكون الايد بس للعجين وبسكرها بهالطريقه هي لحتى تتسكر من كل الجهات، نتاكد انه الجبنه ما عم تمسك العجين. بنسكرها بهالطريقه هي وبنرجع بنلفها. طبعا انا هون رح استمر بتحضير هذا العجين لحتى اعبي الصينيه كلها بشكل كامل، بتكون مرصوصه كل حبات العجين مع بعض لحتى تكمل، وبندخلها على الفرن. قبل ما ندخلها على الفرن طبعا بدنا نحط عليها الايج واش. بنحكي شوي عن الايج واش او شو يعني ايج واش. هو خليط من البيض مع الحليب، شوفوا كيف بيكون شكله. خليط الحليب والبيض هو اللي بيعطي اللمعه الحلوه للمعجنات لما بدنا نكون بدنا نخبزها وما بيكون عليها شيء من برا. يعني مثلا نفس العجين هي فينا نحن نعملها مثلا للمناقيش، لجبنه، لزعتر، ممكن نعمل محمره، ممكن نعمل اي شيء توبينج نحن بنحبه بنفس هي العجين. طبعا انا مثل ما قلت لكم حاعمل هون الكرات كلهم، هي احد الوصفات اللي حبيت شارك فيها، بس جبنه كريمه منحطهم منلزقهم كلهم. تدخل على الفرن بعد ما منكون دهناها، خليني ورجيكم كيف حأدهن عليها كلها بعد ما أكيد بكون كملت الصينية، بس أنا بدي ورجيكم وصفات أكتر. ندهنها كلها بخليط البيض مع الحليب وبرش عليها السمسم وحبة البركة أو الحبة السوداء بهالطريقة هاي، وبدخلها على الفرن. بس تطلع من الفرن وهي وسخنة بنحط عليها القطر، والقطر أو الشيرة اللي نحن محضرينها اللي هي عبارة عن سكر مع مي، بنقدر نضيف عليها شوي من الليمون لحتى يعطي الطعم الطيب. لتكون هي وسخنة العجين بنصب عليها القطر.